معكم بدينا منذ سنوات ومعكم زادة نبدأ نهارنا في يوم سعيد. وصلنا لضيفنا ضيف الماتينال أول مرة يجي بحذنا، سعداء جدا باستقباله سي محمد بن عبيد مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط. يومك سعيد. صباح الخير مدام. أهلا وسهلا بك، نورتنا خويا. مرحبا بك. البارح السيد رئيس الحكومة أشرف على الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للاستثمار في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية اللي عندها بعد استراتيجي. أشرف رئيس الحكومة البارح بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للاستثمار لهذه السنة سنة 2024، وعملا بتوصية سيادة رئيس الجمهورية أكد رئيس الحكومة في مستهل المجلس هذايا على مواصلة كل الجهود لرفع العراقيل وتذليل الإشكاليات اللي تنجم تعترض المشاريع الاستثمارية في بلادنا، وتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة. على إثر الاجتماع هذايا وعلى إثر المجلس الأعلى للاستثمار، اليوم حابين يكون بحذينا سي محمد بن عبيد بصفته مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط، ومع هو حابين هكا نفهموا نعملوا دياجنوستيك صغيرة لمناخ الاستثمار في بلادنا. يعيشك، شكرا على الاستضافة. نحن كما نعرفوا اللي الاستثمار الخاص هو أحد محركات التنمية، التنمية اللي نحبوها كما قلت أنت، كما أشار السيد رئيس الحكومة البارح في الاجتماع متاعه، تنمية عادلة. اليوم نبحث على استثمارات مسؤولة اللي هي توفر فرص عمل لائق، تحقق التنمية والتوازن بين الجهات، استثمارات مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتحافظ على البيئة، تخلينا بيئة سليمة. اليوم نلاحظوا اللي على المستوى العالمي العديد من التغيرات في سلاسل القيمة العالمية وإعادة توطين المواقع الإنتاج، هذه ظهرت بعد لكريز كوفيد. نشوفوا اللي برشا فقنا اللي البعد موقع الإنتاج على الأسواق، معناها صارت برشا مشاكل واضطرابات في التزويد الأسواق. دونك السوق الأوروبي اليوم فما أسواق أخرى قاعدة تخمم باش تقرب مواقع الإنتاج من الأسواق هذه. دونك نحن هنا الهدف اللي نحن نكونوا معناها بعد إذنك سي محمد باش نتفاعل معاك، لأنه الناس يلزمها تفهمنا. نجم نحكيه على مناخ استثمار أو مناخ أعمال عالمي ما قبل الكوفيد وما بعد الكوفيد، صحيح. شنو اللي تبدل، ثم نحن كتونس كبلاد كيفاش نواكبوا هالتغيرات العالمية هذه؟ هو مشكل الكوفيد مدام هو زاد حتى الحلوب. بالنسبة للامبخانت كربون اليوم ولينا نحكي على معناها البصمة الكربونية والانبعاثات الكربونية وكيفاش نقصوا منها. دونك راهو اليوم المؤسسات متاعنا وحتى تونس راهي تقعد ديما من أحسن الوجهات الاستثمارية. نحن نعملوا على دفع الاستثمار المحلي الوطني، رأس مال الوطني، واستقطاب استثمارات أجنبية، وتحرير المبادرة الخاصة أهم حاجة لدى الشباب وأعطاهم فرصة للانخراط في الدورة الاقتصادية. مش نبقى معاك في الاستثمار المحلي الوطني، عنا أرقام نحن سنة 2024 شنو حوالو الاستثمار على المستوى المحلي يزيد، شنو أكثر المجالات الشباب ودورهم في معناها تنمية الاستثمارات المحلية المبادرة الخاصة والتشجيع عليها؟ والله نحن بالنسبة للاستثمارات الخاصة قاعدين نشوفوا فما تطور من سنة إلى أخرى، فديجا بالأرقام متاع التصاريح بالاستثمار كما نعرفوا بالنسبة للمؤسسات نسيجنا الاقتصادي أكثريته مؤسسات صغرى ومتوسطة. جميع الوزارات والهيكل العمومية قاعدة تخدم اليوم على استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة باش تعطيها الدفع. نشوفوا شنية المشاكل متاعها ونحاولوا قاعدين نحطوا في الحلول لتذليل الصعوبات، نفاذ للتمويل اللي يلقاوه اليوم الشباب متاعنا، معناها النفاذ إلى العقار. بكريكا أنت أعطيت في البلاغ متاعك الوكالة العقارية الصناعية مشكورة اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة لتوفير الأراضي المعدة لل استثمار وتأهيل المناطق الصناعية. دونك الكلنا اليوم قاعدين نخدمه
ديجا انقاذ الشركات اللي موجوده في السوق وندفعوا في الشباب نتاعنا باش يبادر وتحرير المبادره الخاصه. المشاريع الاستثماريه في تونس قاعده تمشي وتزيد؟ نسبيا قاعده تمشي وتزيد، وزاد فقاعدين نلاحظوا اللي حتى المحلي وحتى الاجنبي قاعدين نشوفوا الثقه في الموقع التونسي قاعده زاده تتطور بصفه ملحوظه الاستثمارات الاجنبيه. تو عندنا 99% من مؤسساتنا هي مؤسسات صغرى ومتوسطه. كيفاش تحقق المؤسسات هذه اولا النجاح نتاعها والارباح نتاعها، ثم كيف توفر مواطن الشغل، كيفاش تحقق التوازن بين الجهات، ولا فما مركزيه استثماريه؟ لا. لا. هو راهو اليوم باش نحاولوا معناها نفسروا للعباد شنو هو ديجا مناخ الاعمال، خاطر نحكيوا عليه العباد قاعده تقيم في مناخ، قول لك مناخ الاعمال مش باهي في تونس، مش صحيح. فما انتقادات تعرف على مستوى شنو البيروقراطيه، الاداره، انك مش تطلع ورقه تعدي نهار كامل، انه تضيع برشا وقت مش نجم ترى مشروعك يعني على ارض الواقع. جزء صحيح، جزء صحيح. هو مناخ الاعمال باش نفسروه ونبسطوه للعباد هي جملة العوامل الخارجية اللي تأثر على المؤسسة الاقتصادية الخاصة على نشاطها. مناخ الأعمال مقسم مجالات، المجالات هذه تعاود تصور الدورة الحياتية للمؤسسة من نهارة اللي يخمم في فكرة المشروع، دونك هو أحداث التكوين القانوني للمؤسسة، البحث على أرض، الحصول على تراخيص البناء ولا تراخيص الأنشطة الاقتصادية تنجيوع، الربط بالشبكات العمومية، النفاذ للتمويل باش يلقى اليوم تمويل باش ينجم يقدم في المشروع متاعه. الصحيح فما بيروقراطية، نحن قاعدين نخدمه كوزارة اقتصاد مي كحكومة كاملة متماسكة لتدليل الصعوبات للمستثمرين. أول حاجة تبسيط الإجراءات، خطر اليوم إجراءات فما برشا إجراءات معقدة نبسطوها ومن بعد نتعداو للرقم نتاعها باش نضمنوا الشفافية وشفافية المعاملات ونقصوا لو كونتاكت معناها ما بين المستثمر والإدارة ويكون كل شيء موجود على الخط. وذي أقروا البارح المجلس لأنه حكي على مقاييس جديدة لتقييم المشاريع ذات الأهمية الوطنية، أيضا إضفاء مزيد من الشفافية على المعايير المعتمدة والأخذ بعين الاعتبار أولويات السياسات العمومية وخاصة انخراط الشركات في مقتضيات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وفي سلاسل القيمة العالمية. هنا نجي نحكي شوية على تونس والعالم، الاستثمار الخارجي وجلب الاستثمارات الأجنبية. وي. شنو التخطيط متاعنا أو الاستراتيجية متاعنا في هذا المجال؟ أول حاجة كما كنت نحكي هو لازم نحسنوا مناخ الأعمال، نحطوا الشفافية في المعاملات. دونك فما استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال فيها جملة من الإجراءات كما كنت نحكي في المجالات نتاع مناخ الأعمال، من وقت أحداث المؤسسة إلى النفاذ إلى التمويل، النفاذ إلى العقار معناها باش يلقى لو فونسيي نيسيسير، دفع الضرائب. تشوفوا اليوم المجهود اللي قاعدة تعمل فيه وزارة المالية باللي بلاتفورم المنصات الرقمية، ولات المعاملات الكل تصير أديستانس ومعناها بالنسبة وتسهل العمل بالنسبة للمستثمر وصاحب الفكرة. نحن زاد عنا هذايا كما قلت البرنامج الأول هو تحسين مناخ الأعمال، الثاني هو تحرير الاستثمار، دونك نحن قاعدين نخدموا على تذليل الصعوبات ومقاومة الاقتصاد الريعي من خلال حذف التراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية. بدينا توا من معناها توا اوني على تروازيام ليست، معناها القائمه الثالثه نتاع الحذف نتاع التراخيص، صار باش يخرج في الايامات الجايه وباش يحذف 33 ترخيص. نحبوا باش نعوضوهم كراسات شروط ولا مش تحذف تماما؟ الاصل في الاشياء هو راهو نحروا المبادره، نحروا المبادره، معناها الاصل ما فماش كراسات شروط، خاطر عندنا برنامج زاده بالنسبة لكراسات الشروط القديمة اللي توا جاري بها العمل قاعدين نخدموا على مراجعاتها.
علاش؟ على خاطر برشا مستثمرين يقول لك كرة الشروط معقدة أكثر من الترخيص. تراخيص مقنعة نحن يقولوا دي معناها تراخيص دي زوتوريزاسيون ديغيزي. نحن اليوم قاعدين نخدموا على مراجعة 170 كرة الشروط. وزارة الاقتصاد مشروع هام قاعدة تخدم عليه مع بالطبيعة الوزارات الكل خاطر هما يهموا الوزارات. دونك قاعدين نحاولوا نبسطوا لو ماكسيموم كرة ست شروط باش نحلوا المارشي الأكثر عدد ممكن وما يقعدش محصور عند مجموعة معينة من العباد. مش نعطيوها كسكوبيت للناس، شنو أبرز المجالات اللي مش يتم حذف التراخيص فيها؟ والله مشكورة معناها برشا هما الوزارات اللي قاعدين يخدموا على حذف التراخيص إسونسيالمون السياحة والتنشيط الثقافي معناها المشاريع السياحية وفما زادة مشاريع بطبيعة صناعية باش تتحذف التراخيص متاعها. بون إلى جانب بطبيعة ديما راهو لازم نراعيو الأمن الغذائي الأمن القومي فما مقتضيات والصحة العمومية نحافظوا عليهم وذوكم يقعدوا ديما مضبوطين بتراخيص. وبقية المجالات نحن المبدأ هو تكريس حرية الاستثمار كما حكينا وانت سبقت على الاستراتيجية النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. دونك فما خدمة كبيرة قاعدة تتخدم مع جميع الوزارات وزارة الاقتصاد بالطبيعة شيف دو فيل معها وزارة الصناعة وقاعدين نخدموا بالحق على النهوض بالنوع هذايا من المؤسسات اللي هو كما انت تفضلت وقلت يمثل 99% من النسيج الاقتصادي التونسي وخاصة في المناطق الداخلية. دونك نحن اليوم زادة قاعدين نخدموا على خارطة استثمارية لكل اقليم باش نحقوا التوازن بين الاقاليم ونعملوا فريمون سلاسل قيمة معناها دي فيليير سامحني دي فيليير تكون متكاملة معناها ونجذبوا المشاريع الكبرى لي لوكوموتيف نحن نقولوا قاطرات التنمية ويدور حولها توت ان ايكوسيستيم معناها محيطها تكون لشركات صغرى والمتوسطة يكون فما توازن بين الجهات. فما زاد قاعدين نخدموا مع رئاسة الحكومة بيان سور هي كما نقولوا القاطرة في فض الإشكاليات المتعلقة بالاستثمار تحت إشراف رئاسة الحكومة. حكيت أنت البارحة على المجلس الأعلى للاستثمار لكن فما قبله ديجا نهار ثلاثة دونك صار جلسة عمل وزارية اللي هي تناول فض الإشكاليات العالقة والسريعة لدفع الاستثمار وكانت قرارات جريئة باش نسهلوا حياة المستثمر وخاصة الشباب. اليوم أولوية الأولويات بالنسبة لنا شنو هي؟ أولوية الأولويات كما قلت معناها دونك تقعد ديما نسوي ديجا لازمنا ننقذوا الشركات الموجودة الشركات الصغرى اللي قاعدة تعاني من مشاكل ونحاولوا اليوم في إطار التعايش بين القطاع العام والخاص ندزوا الشباب متاعنا باش المبتكر نشوفوا ديما فما قانون الستارت اب اكت اللي هو عنده سنوات وخلانا نخلقوا 1200 تقريبا شركة ناشئة اليوم اللي هي قاعدة تطور في التجديد مناخ التجديد واقتصاد المعرفة. دونك فما زاد نص قانون باش يخرج إن شاء الله المدة الجاية نحن ما زلنا نتناقشوا فيه على مستوى الوزارات يهم دونك التجديد والتجديد التكنولوجي واقتصاد المعرفة باش نكون عنا اقتصاد ذو قيمة مضافة عالي. نحن اليوم هي استضافة أولى سي محمد بن عبيد مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط لأنه فما برشا جديد في الأيام القادمة وكل جديد مش نقدمه لكم على موجاتنا. والبارح كان انذار المجلس في مشروع تطوير قطب مندمج للتنمية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة إضافة للإجراءات المتعلقة بتذليل الصعوبات الإدارية لفائدة مشروع في مجال تطوير البحث العلمي والتجديد في قطاع صناعة الأدوية موجود بالقطب التكنولوجي في سيدي ثابت ومشروع آخر لتطوير إنتاج البذور بولاية القيروان. هذوما المشاريع نرجع لهم في استضافة أخرى مش نسلطوا عليهم الضوء ومش ناخذوا التفاصيل متاع المشاريع هذية. وإن شاء الله كل التوفيق والنجاح لمناخ الأعمال في بلادنا. ديما كلمة الختام عندك أنت. يعيشك مدام. نحن العمل مازال متواصل
نحن نخدم على مشاريع رقمنا إن شاء الله. فما البوابة الوطنية للاستثمار اللي هي وزارة الاقتصاد والتخطيط تخدم عليها باش تكون فيها وبطبيعة مع رئاسة الحكومة إدارة العامة للإصلاحات الإدارية فيها بالحق تلقى مسار المستثمر نحبه نوحده ورقمنه يكون على بوابة واحدة. شكرا جزيلا لك. قال لي قبيله سي محمد في الاوف اليوم مش نعطي فكره عامه، اما انتوما لازم تجيو تعملوا بلاتو بحذانا لانه في الايام القادمه فما بالحق تغييرات وتطورات كبيره فيما يتعلق بمناخ الاعمال والاستثمار في بلادنا بوزاره الاقتصاد والتخطيط في مجال الاقتصاد. نفرح نحن نفرح لكل ثوره تشريعيه ثقافيه صناعيه، ماذا بينا بلادنا ديما القدام. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم. هذه اول زياره للاذاعه الوطنيه وماهيش باش تكون الاخيره ان شاء الله. مرحبا بك سي محمد بن عبيد. نسمعوا ومضه ومن بعد نستقبلوا فايزه بجائزه الادب العربي 2024. اشهار